سيد موسى رحال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات، أسعد الله صباحك بكل الخير سيد موسى. صباح الخير، تحياتي لك. صباح الخيرات، الله يعافيك وأهلا وسهلا بك. يعني سيد موسى، نحن نتحدث عن عدة ملفات أبرزها تشكيل لجنة فنية للتعامل مع الأزمات المرورية في مختلف المحافظات، ويوم أمس كنا قد تحدثنا مع شرطة المرور هنا في طول كرم عن الأزمات الخانقة التي باتت تتسارع بسرعة كبيرة في شوارع طول كرم. ما هي تفاصيل هذه اللجنة والهدف والفكرة منها؟ يعني بناء على توصيات معالي وزير النقل والمواصلات، لمجلس الوزراء ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات واللي تناولتها بشكل أبرزها كان موضوع الأزمات المرورية، واللي على أثرها تم تشكيل لجنة فنية خاصة لمعالجة الأزمات المرورية في المدن والتجمعات السكانية. إحنا بنعاني جميعنا من الأزمات المرورية، وهناك عدة عوامل بتساهم في الأزمات المرورية، وأهمها عدد المركبات واحتياجات المواطنين للتنقل، وأصبحت المركبة جزء أصيل من حياتنا اليومية بالنسبة لنا. توفير وسائل نقل عامة تخدم المواطنين، تتناسب مع رغباتهم، بتخفف من الاكتظاظ المروري، السلوك بالطريق والالتزام بأنظمة المرور وقواعد المرور من قبل الطريق سواء المركبات او العابرين الطريق الاخرين، ايضا بخفف من الاكتظاظ المروري. دور السلطه التنفيذيه بتنظيم حركه المرور اليوميه في جميع المسارات في الطرق داخل المراكز ايضا بخفف او بساهم بتخفيف الازمات المروريه، لانه الدور الاساسي والاصيل في الموضوع اللي هو البنيه التحتيه للطريق وللشوارع الموجوده من اجل ايجاد او توفير ظروف مناسبة. نتحدث عن الدخل أو يعني موضوع المالي، توفير مال من أجل تنفيذ مشاريع بإعادة تأهيل بعض المقاطع، بعض الشوارع، توسيعها، تنظيمها، إشارات المرور، الأرصفة، أيضا الجهد المبذول يكون من خلال السلطة التنفيذية بإزالة التعديات، والبلديات تكون بإزالة التعديات الموجودة على الأرصفة والطريق، إيجاد ساحات وقوف للمركبات، فيما انه عند ترخيص اي مبنى تطلب منه ايجاد يكون عنده مواقف. بعض اصحاب المشاريع او البنوه انه يكون ببناء عماره بيكون حصل على الترخيص واعطى بالخارطه انه في عنده موقف، بعدها بيكون بيتم بالاستغناء عن هذا الموقف واستخدامه بشيء ثاني. المركبه بتكون استطاعها بالطريق. هاي جميعها عوامل مهمه يجب انها تؤخذ اجراءات قانونيه صارمه من اجل ازاله هاي التعديات وتنفيذ انفاذ القانون على ارض الواقع بتوفير بيئه، من اجل انه يكون عندنا تنفيذ سهل وسريع، وايضا حركه انسيابيه وسهله، وبالتالي يكون في تخفيف هاي الازمات والاختناقات. طب يعني سيد موسى، نحن نعلم تماما بصراحة أن يعني القانون الفلسطيني شامل نوعا ما فيما يتعلق أيضا بهذه القضايا والتجاوزات، وفيه مرونة بما يمكن أن نقول عنه روح القانون، لكن حتى هذه اللحظة لربما الإشكالية تتمثل في موضوع التنفيذ بصراحة. يعني هنا نتحدث عن أزمات مرورية، وهي ليست فقط نتاج السيارات والزيادة أعدادها، إنما نتحدث عن مخالفات تؤدي إلى خلق هذه الأزمات المرورية، وهذه المخالفات قديمة منذ زمن قديم، لكن حتى هذه اللحظة ورغم وجود المواد القانونية التي تتعامل معها لم نستطع التخلص من هذه الفكرة. وبالتالي نسأل، ما هي الآليات والإجراءات وربما الأدوات التي ستتبعونها من أجل تنفيذ القانون بالشكل اللازم بالتعاون والتشارك مع بقية المؤسسات؟ يعني بالتأكيد كل مؤسسة أو وزارة لها اختصاصها. احنا دورنا التأشير والتنبيه ومخططات توصية، لأنه تنفيذ جهات الاختصاص، تنفيذ يعني المشروع، الحفاظ أو نعتبر السلطة التنفيذية دورها في المساهمة من أجل تنفيذ هذه المشاريع. الائتمان الأساس ثقافة المواطن، والمواطن الالتزام بالقانون.
الشروط والأنظمة والتعليمات اللي موجودة. يعني المواطن عندما يرتكب مخالفة هو يعلم أنه هناك في مخالفة، وممكن نقول ما حدا شاف في هاي اللحظة إلا أنه ساهم بأنه في سبب الضرر. لما نصل لمرحلة الثقافة والالتزام ويكون نهجنا أصبح أنه بشكل كامل جميع العناصر سواء عبر الطريق والمركبة وتستزم بجميعها في ضرورة الالتزام بالقانون، احنا بنحقق إن شاء الله أرض الواقع. يعني كمان بعض المقاطع في الطرق تحدث عن مطبات عن خطر موجودة، دور السلطة التنفيذية دور السلطة المحلية في النهاية ما تكون موجودة سهلها. يعني ما في داعي لها، يعني بعض خطر تجدها بشارة وبعد أشهر موجودة والبلدية مغيبة حالها عن هذا الموضوع، وما تسبب مضرر على المركبات وعلى السائقين ومحاولة تغيير السائق انه يكون يتفاجئ بهاي الخطر. يعني احنا مطلوب من الجميع يكون في جهد مسؤول من اجل نصل لنتيجة محددة. لغة التفاهم بين السائق وعابر الطريق هو التفاهم يجمل كمان حتى مع البلديات والساكنين واصحاب المشاريع والمراكز التجارية. يعني جهد بتطور اذا احنا جميعا التزمنا بنحقق شيء قبل ما نروح حساب لموضوع يعني نفتح طرق او نبني جسور او نحفر أطفال. نعم، لذلك البعض يتساءل سيد موسى، يعني اذا ما تخلصنا فعليا من هذه الاشكال التي تؤدي الى خلق الازمات المروريه، هل فعلا لديكم هل لديكم خطط لحل هذه الازمه تتمثل مثلا بربما اقامه بعض الجسور، الانفاق المروريه، يعني كما بقيت واسوه العالم الاخر، هل هذه الافكار تطرح ومتاحه على الطاوله بصراحه؟ نعم، احنا يعني كوزاره ومن خلال جهات الاختصاص الادارات يعني كان في عندنا كثير توصيات ودراسات تم رفعها والشراكه ايضا مع جهات الاختصاص الاخرى انه ممكن تنفيذ بعض المشاريع وبعض المقاطع اللي كمان بتساهم تكون كافه ايجابا على موضوع السير، موضوع حركه السير. هاي في لجان كمان مشكله وبتتابع عملها، يعني كثير حتى الموافقات البناء نتحدث عن لجنه التنظيم الاعلى، نتحدث عن اللجان المحليه، وزاره النقل والمواصلات شريء عضو في هاي اللجان من خلال المهندسين وطاقم كامل بتابع موضوع الخرائط الهندسيه اللي بتم تقديمها وكيفيه وجود البناء او البناء انه يكون بعيدا عن اطار الطريق، المساحات، المسافات، جميعها بتم مناقشتها وعمل يومي معتاد لوزاره النقل والمواصلات مع الشركاء. نعم، طب يعني أيضا نحن نتحدث في ذات الوقت بصراحة حول ما يتعلق بالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء بمنع المركبات العمومية من نقل أي بريد، إضافة إلى منع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر. ما المقصود بهاتين النقطتين سيد موسى؟ يعني المركبات العمومية هي حسب القانون معدة لنقل الرفيان بأجر، نعم، وليس لنقل البضائع. هذا جزء، جزء مع الشكاوي اللي وردت لوزاره النقل والمواصلات على بعض السائقين يقوموا بنقل البضائع بالمركبات العموميه اللي هي البريد المحدد عن البضائع طرود اثناء التوصيل، وهو له نقطه بدايه ونقطه نهايه ومسار خط، بغير مسار الخط من اجل تنزيل هاي الطرود، بيكون مع ركاب في المركبه بتوجه لتنزيل هاي الطرود وبالتالي بيعيق وقتهم بيأثر عليهم. بالإضافة لبعض المركبات اللي بتكون بالاستفاق منتصف الطريق بيكون طرد بسيط بنزله على المحل، هو بيكون بإغلاق حركة بتعطيل حركة السير وبالتالي بتسبب المرورية. بعض البضائع اللي بتم نقلها بضائع يمنع أنها تكون أصلا حتى في مركبات عادية يجب أن تكون ضمن شروط خاصة ومواصفات خاصة للمركبة اللي بتدخلها. فهاي حتى انتحد منها كان بالأساس التوصية أنها يمنع، كان القانون نص عليها يعني مش شيء جديد. نعم. موضوع المركبات الخصوص اللي بتنقل ركاب بأجر حدثنا فيها كثير ويتم بشكل يومي متابعة عمل هاي المركبات من خلال الشرطة، دوريات السلامة على الطرق وضبط عدة مركبات وحجز إداري، صدر قرار نظام للحجز الإداري للمركبات هاي، جميعها بيتم تناولها هاي القضية بشكل يومي متعامل معها. إلا أنه تنامي الظاهرة يجب أن يكون زي ما ذكرنا في بداية الحديث دور المواطن بعدم استخدام هاي المركبات للتنقل يتوجه للتنقل العام فقط،
أثر عملها وجودها بيأثر على عمل القطاع النقل العام، بالتالي تقطع جزء من رزقه من عمله، وبكون هناك في حالة من عدم تنامي القطاع وتطوير القطاع. حتى دراسة الاحتياجات من أجل توفير مركبات عمومية على بعض الخطوط أو في بعض القرى أو بعض التجمعات بتكون الدراسة غير دقيقة نتيجة وجود مركبات خصوصا في الركاب بأجر، هي كمان بالقانون مخالفة للقانون. نعم. لأن المركبة الخصوصية يمنع نقل الركاب أجر بالمركبة الخصوصية. صحيح. لا إلها شكل قانوني ولا شكل إداري ولا فني ولا اجتماعي، بالإضافة لعدم الالتزام بالقانون. نعم، إجمالا نحن نأمل أن تتحقق هذه القرارات بالشكل القانوني والنظامي، وبالإضافة إلى أن تتحسن صورة السلوكيات بالنسبة للمواطنين. أضف على ذلك أيضا أن تكون الخطط القادمة للتخفيف من الأزمة المرورية بصراحة ترتقي لما يتواجد أيضا في بقية الدول، وتتواءم مع البنى التحتية المتواجدة معنا هنا المتوفرة لدينا، لأننا نعلم الفرق الهائل ما بين ربما مساحة واتساع، وأيضا طبيعة البنى التحتية المتوفرة لدينا في محافظات الوطن. إجمالا أشكرك السيد موسى رحال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات، شكرا جزيلا لك، ونواصل